طالب المصحف. احنا هنا كلاب، حد بيسال في كلاب هنا؟ حد بيسال في كلاب؟ قول لي. احنا هنا بالظبط في ام المنطقه دي هنا كلاب، ما حدش بيسال في كلاب خالص والله العظيم. ما بات بيوتنا واقعه، عيالنا مش عارفين في شايف قلب ما حدش بيسال فينا. كل شيء يجهز واحد يبص لنا يتصورنا شويه، واحد يجيب عبيه ويمشي بعض كده خلاص. واللي احنا انتخبناه جه خد مننا العبيد، قال انتوا في ناس اولى منكم. هو ده اللي احنا انتخبناه، قلنا هينفع البلد ولا نفع البلد ولا نفع حد. هو فين صاحب البيت ده يا جماعه؟ هي اديني قاعده تمطر قد ايه عند حضرتك هنا؟ هنا بتاع اكتر من 8 ساعات. عايزه محتاجه بطاطين، محتاجه سراير، محتاجه مش سراير، مراتب حتى تنام عليها، مش سراير. نايمين على الارض على الرمل. اقسم بالله العظيم قاعدين في ميه، نايمين ليل لو نهارنا في ميه. تمام. لا بطانيه معاني، والفرش بتاعنا تعالى شوفوا هناك رمينه في الارض، لا حصيره ولا بطانيه عندين. هي البيوت ضعيفه قوي كده يا حاج؟ ايوه بقى، شطوب ني له 50 سنه ولا 60 سنه ماشي اهو. اهو. ايه احنا هنعملوه طيب؟ احنا ناس على معاشات وعلى قد حالنا. نعمل ايه طيب؟ انا عايز اعرف بقى انت ايه اللي حصل في مناخيرك ده؟ بفتح الباب ده هو داخل من جوه عشان الحق انابيب. انابيب بوتاجاز؟ كان في نيش هنا. ماسكه فيه. تمام. انا المطبخ هو ده حضرتك. تمام. كان في انابيب جوه. تمام. فده عشان احنا كان في انابيب هنا. بفتح الباب من الكتمه بتاع الدخان بتاع الولع من الازاز مفجر في وشي. خدت 14 غرزه. في مناخيرك؟ في مناخير. ربنا يشفيك ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حضرتك انا لو الحرفيه اشتغلت بالليل، لو اشتغلت بالليل بتنقط نقطه كده بس. بنخاف وانا قاعد في بيتي بنخاف. يعني صوت الحنفيه بقى بيخوف؟ صوت الحنفيه بقى رعب بالنسبه لنا، اي صوت ميه بينزل في الارض بقى رعب بالنسبه لنا. والمسؤولين نايمين. سياده المحافظ جه راح على الدير وطلع من الدير على بره، ما عندناش مانع ان الاخوه المسيحيين طبعا ده اخواتنا. اخواتنا وجيراننا وحبايبنا يجوا ينقذوهم عادي، بس ما يطلعش من الدير على بره، ورئيس الوزراء يطلع من الدير على بره. وسكرتير عام المحافظه يطلع من الدير على بره. مش عارف في ايه يعني. كل حاجه انت جاي مشمع ده ليه؟ من البلد من عند واحد اسمه احمد سالم. ليه بقى جايبه ليه؟ حضرتك جايبه عشان الميه. الميه بتاعت السيول. بتاعت السيول. اها، ده كم متر مشمع دول؟ دول 3 في 4. 3 متر في 4 متر؟ 25 جنيه. حضرتك ميه مطره وميه صرف صحي. مفتوحه على الناس من فوق. تمام. يعني حرام، ده ناس عايشه هنا حضرتك بنادمين، ما حدش الناس بايته طول الليل في الجامع. لما اشوف اطفال احنا عاملين ورديات عشان الناس دي تعيش في الجامع، يعني تبقى حتى نسواننا عايشه في امان. سايبين بيوتنا اساسا وما لناش حاجه الا الجامع اللي احنا قاعدين فيه، لا هدوم ولا اي حاجه، احنا متمرمطين وبطنا وقع علينا ومش لاقيين اي حته. وارحمونا طيب، شوفوا لنا اي حاجه، شوفوا لنا اي حاجه من اللي احنا فيه. ما فيش اي حته، عزال بنت كله اتمرمط والدنيا كلها اتمرمطت ومش لاقيين اي مطر. احنا ما فيش الا الجامع اللي نايمين فيه، مش لاقيين اي حته نقعد فيها غير الجامع بعيالنا واطفالنا. اهي اطفالنا مرمطه، اهي طينه، اهي اتفضل، ادي عيالها متمرمطه طينه. اهي نعمل ايه؟ نودوهم فين دول؟ نودي العيال دي فين؟ اهي وده من ضمن العيال، هاي كلها ميته من البرد، مش لاقيين حاجه، لا فرشه ولا غطا ولا لاقيين اي حاجه خالص، ولا اكل ولا شرب. قال اللي احنا هنشوفه يعني اكتر من كده. طب انا عايز اخش اصور جوه الجامع الناس اللي قاعده جوه. اتفضل. دراعي اتكسر. في ايه بالظبط؟ الميه نزلت من فوق من على السقف. طين، فعملت حمل على العروق. فالعروق نخت وقعت على حضرتك. والميه مغرقه البيت. يعني دراع حضرتك، دراع حضرتك ده اتزحلقت اتكسر. ورحت بيه المستشفى، قالوا لي ده كسر مضاعف. معلش انا اسف، صار الاطفال دي، الاطفال اللي ما لهاش مرجع غير الجامع اهو. خش